والله العظيم من الصبح اللي انا قعدت هاي بس دموع الصب، لان ما كنت اتوقع ان بلدي يجي انهال. 17 عاما على فراق أرض الوطن تعود إليه وهي مليئة بالآمال للحصول على منحة المهجرين لتعود لفك أسر ابنتها التي قدمتها كرهينة لمن تدين لهم بالمال الذي حصلت عليه لعلاج زوجها المريض. تذرف الدموع ليل نهار على حال ابنتها المجهول خارج الوطن، ولا تعلم ما مصيرها بين أيدٍ غريبة، ولا أمل لها الآن سوى الرجوع لتتغرب من جديد بعد أن صدمت بواقع الحال هنا، كما تقول. والله أنا كنت عايشة برا العراق من 2005، وبعدين رجعت للعراق، عندي رجلي مريض، وهناك بلد ثانية برا العراق ما أريد أذكر اسمها، رهنت بنتي على مود أعالج أبوها، فعلى أساس جيت للعراق قالوا أكو فلوس مهجرين وتطلع لك وهاي، وعلى أساس يعني العراق بلدي وخير، وألقى الحكومة توقف لي. جيت ركضت منه ومنه ومنه، يا نروح له ما حد، ماكو أيست ما ردت أمد إيدي، قاعدة أبيع شاي بشرفي وكرامتي. زين خالة، قلتي أني رهنت بنتي، شلون رهنتيها؟ رهنتها لأن أني ماخذة فلوس من الناس وردت أجي أسافر، قالوا أنت يعني عراقية راح تسافرين بعد اليوم ياخذ الفلوس، اضطريت أخلي بنتي يمهم، بنتي كبيرة مو صغير. قلت اروح للعراق على اساس يعني الم فلوس ومال المهجرين اخذها وارجع اسد شغله بنتي، سوالي تحن وياي، سوالي تحن وياي، هاي قصتي وهي قاعده بالشارع على الرصيف. لا اهل ولا اقرباء، جميعهم تركوها وحيدة تصارع قسوة الحياة إلى جانب ابنها الذي لا يملك عملا بعد أن تقطعت به سبل الحصول على مصدر رزق لإعانة والدته واحتياجاتهم اليومية، لتناشد الخيرين وأصحاب الإنسانية لإنقاذها مما تمر به. أنا كنت بخير هنا وبتخير، ثلاث سيارات وبيت 400 متر، كلها واكلها بجدري، وخير عن يوم كله ما حد وقف لي، واللي وقف لي يوم عيرني ثاني يوم. أنا أناشد أهل الرحم وأهل الغيرة يقومون بإجراءات سفري ويعطوني المبلغ اللي علي اللي هناك، وأروح وعهد مني والله بعد ما أطب اللي هنا ولا أجي، على الذلة اللي شفتها ببلدي. ذليت هواي، ذليت هواي وتعبت هواي. على أعتاب الطرقات ترمي بثقل همومها مع كل حبة سكر علها تذوب يوما ما لتقضي على مرارة الحياة. نساء العراق يتأرجحن على حبال القسوة وفقدان الأحبة والوطن، ومن هنا تطلق الصرخات لتنال من يستجيب لمعاناتها. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.